مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أهم ما تقوله الصحف الصادرة اليوم وما جاء في المواقع الإخبارية. مع قرب انتهاء عام 2016 بدأت الإحصائيات حول ما حدث في اليمن خلال العام الماضي، أولها ما عنون به موقع بوست والذي قال: 2016 عام إنساني أسود في اليمن، حيث أدت الحرب إلى مقتل أكثر من 10,000 شخص وإصابة عشرات الآلاف، بينهم نحو 4,000 قتيل و7,000 جريح من المدنيين، وفق الأمم المتحدة التي توقعت أن تكون حصيلة الضحايا أكبر لأن بعض المناطق ليست بها منشآت طبية. ومع استمرار الحرب زادت المعاناة التي يعيشها اليمنيون وظهرت مشكلات جديدة تمثلت في الجرحى والمعاقين والنازحين وزيادة العاطلين عن العمل، إضافة إلى انتشار الأوبئة وارتفاع نسبة سوء التغذية إلى درجة المجاعة في بعض المناطق. يضيف الموقع: مئات الآلاف فقدوا أعمالهم، كما ساء الوضع الاقتصادي مع تدهور القيمة الشرائية للعملة المحلية، وزاد من ذلك الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي منذ أبريل عام 2015 في كثير من المحافظات وأزمة الوقود الحادة، وهو ما ساهم في زيادة التضخم وارتفاع أسعار المنتجات الأساسية. وذكرت منظمات تابعة للأمم المتحدة أن نحو 19 مليون نسمة من أصل نحو 26 مليونا وهو عدد سكان اليمن قد باتوا بحاجة لمساعدات إنسانية، وسبعة ملايين منهم لا يعرفون ما إذا كانوا سيتناولون الوجبة القادمة أم لا. أما موقع المصدر أونلاين فعنوان: أكاديميو جامعة صنعاء يهددون بالإضراب والحوثيون يردون ستسجنون لأنكم عملاء، حيث طالب أكاديميو جامعة صنعاء نقابتهم بإعلان الإضراب الشامل وتعليق الدراسة في الجامعة احتجاجا على تأخر الرواتب للشهر الرابع. وردت النقابة في لقاء موسع عقدته بأنها ستدرس ذلك وستتخذ القرار خلال الساعات القادمة مع مراعاة التهديدات التي تلقتها من قبل سلطات الأمر الواقع والتي وصلت حد التهديدات بالسجن في حالة الإضراب. من جانبه قال أمين عام النقابة عبد الحميد البكري إنهم تلقوا تهديدات واضحة خلال لقائهم برئيس جهاز الأمن القومي والصماد باتهامهم بالعمالة للسعودية، وأن تحركاتهم تأتي تنفيذا لأجندة حزبية خارجية. موقع التغيير نت عنوان: أبناء مديرية السدة يتظاهرون أمام مقر المحكمة التجارية الابتدائية للمطالبة بمحاسبة رئيس المحكمة. تقول التفاصيل: نفذ العشرات من أبناء مديرية السدة وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة التجارية الابتدائية في العاصمة صنعاء، وذلك للمطالبة بإحالة رئيس المحكمة للمحاسبة. واتهم المتظاهرون رئيس المحكمة التجارية الابتدائية في صنعاء باستغلال منصبه لعرقلة مسار العدالة والانحياز لطرف ضد آخر عبر إصراره على الحيلولة دون حصول مستثمر من أبناء مديرية السدة على حقوقه من خصومه وفقاً للقانون والوثائق الدامغة التي بحوزته. وأكد المتظاهرون أن رئيس المحكمة التجارية الابتدائية متورط في التلاعب بمسار الإجراءات القضائية مستغلاً منصبه لتحقيق أهداف شخصية والتعصب لطرف بذاته، متجاهلاً قرار النيابة ضد الطرف الذي ينحاز له والذي لا يزال فاراً من وجه العدالة حتى اليوم. ننتقل الآن إلى الكاتب صادق ناشر والذي كتب مقالاً عنونه به: إيران وأصابعها في اليمن. قال فيه: التصريحات الأخيرة التي أدلى بها قائد عسكري إيراني كبير وأشار فيها إلى نية بلاده إنشاء قاعدتين بحريتين في سوريا واليمن دللت على رغبة إيرانية جامحة في صب المزيد من الزيت على نار الأزمة المشتعلة في اليمن منذ سنوات عدة، كان من نتائجها استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء في شهر سبتمبر من العام 2014. التصريحات المستفزة لإيران تأتي في سياق متواصل لتصريحات سابقة أكثر غروراً عندما أعلن عدد من قادتها أن إيران صارت تتحكم في أربع عواصم عربية هي بغداد، دمشق، بيروت وصنعاء، وجاءت بعد إحكام حلفائها الحوثيين على الأوضاع في صنعاء. لم تدرك إيران بعد أن الشعب اليمني لا يقبلها، فطوال تاريخها لم تقدم إيران ما يجعل اليمنيين يطمئنون إلى دورها في البلاد
بل على العكس لم يجدوا منها سوى خلايا تجسس وعصابات تهريب أسلحة. وعندما نشبت الحرب الأخيرة تبرعت بمواد غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وتم إعادتها من قبل الأمم المتحدة قبل وصولها إلى الأراضي اليمنية. باختصار، ليس أمام إيران سوى الاعتراف بضرورة ترك اليمنيين ليقرروا مصائرهم بأنفسهم، وإذا ما اعتقدت أنها قادرة على تغيير المعادلة الجيوسياسية فإنها تعيش في وهم، لأن مفهوم تصدير الثورات وهو من صميم نظامها لن يفيد في الحالة اليمنية، لأن المحيط باليمن لن يقبل به، ناهيك عن الداخلي فهو يتعارض مع أمنه واستقراره. أصابع إيران في اليمن واضحة تمام الوضوح، ولا يحتاج المرء إلى إثباتات لتأكيد ذلك، لكن المهم أن تدرك أن المحيط لن يسمح أبدا باستمرار هذا الدور، ولن يترك لها خيار كتابة مصير المنطقة بأكملها، والحلفاء الذين يسبحون اليوم بحمدها سيجدون أنفسهم يوما ما بلا أصابع إيرانية تحركهم من خلف الحدود. موقع صهاريج نت عنوان: العثور على 11 جثة بعضها مقطوعة الرأس بمحمية الحسوة بعدن. قوات الحزام الأمني اليمنية في عدن أعلنت العثور على 11 جثة تم نحرها ورميها في المحمية جنوب العاصمة المؤقتة. وأكد مسؤولون في قيادة الجهاز أن بعض الجثث كانت مقطوعة الرأس، مشيرين إلى أن المعاينة الأولى تظهر أنها ألقيت في المكان قبل فترة تتجاوز الشهر. وأوضح المسؤولون أنه ربما تكون الجثث قديمة، لكنهم قالوا إن جهاز الحزام الأمني باشر التحقيق في الواقعة. موقع يمن مونيتور عنوان: 22 من جرحى الجيش اليمني يتوجهون للعلاج في السودان. يقول الموقع: إن 22 من جرحى الجيش الوطني توجهوا إلى السودان من أجل تلقي العلاج جراء إصابتهم في المعارك التي خاضوها ضد الحوثيين وحلفائهم. وقال مسؤول الجرحى في المنطقة العسكرية الخامسة دكتور محمد نور ليمن مونيتور: إن عددا من جرحى الجيش الوطني توجهوا إلى السودان عبر مطار جازان السعودي لتلقي العلاج على نفقة مركز الملك سلمان للإغاثة. وأضاف المسؤول نفسه أن هذه هي الدفعة الثانية من جرحى الجيش الوطني التابع للمنطقة العسكرية الخامسة الذين توجهوا للعلاج في السودان، حيث سبقهم 56 جريحا من أفراد الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة نهاية سبتمبر الماضي. أما موقع الاشتراكي نت فعنوان: الحكومة توجه بصرف رواتب الدبلوماسيين والعاملين في سفارات اليمن. رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وجه وزير الخارجية عبد الملك المخلافي بصرف مرتبات فصل كامل للدبلوماسيين للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2016 والموظفين المحليين والملحقيات في سفارات اليمن حول العالم. وطبقا لوكالة الأنباء الحكومية سبأ، نصت توجيهات رئيس الوزراء على صرف مرتبات شهر أكتوبر للمعينين مؤخرا في سفارات وملحقيات البلد بالخارج، وبدل انتقال وذلك من الإيرادات القنصلية. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. من جديد مرحبا بكم. نبدأ جولة الصحف العربية من صحيفة العرب الجديد والتي عنونت: عام على مشاورات بييل، لا حل ولا حسما يمنية. تقول العرب الجديد: بعد مرور عام على انطلاق الجولة الثانية من مشاورات السلام اليمنية في مدينة بييل السويسرية، تراجعت آمال اليمنيين بحل سياسي للأزمة في البلاد برعاية الأمم المتحدة بعد سلسلة التجارب الفاشلة على مدى أكثر من 20 شهرا. تضيف الصحيفة: مفاوضات بييل التي سميت أيضا جنيف الثانية انطلقت في 15 من ديسمبر عام 2015 برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن وبمشاركة 12 عضوا عن كل وفد، حيث كانت المرة الأولى التي يلتقي فيها ممثلون عن الشرعية والانقلابيون على طاولة واحدة منذ بدء عمليات التحالف. وترأس وفد الحكومة يومها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، فيما ترأس وفد جماعة الحوثي أنصار الله الحوثيين محمد عبد السلام، إلى جانب الأمين العام لحزب المؤتمر المتحالف مع الجماعة عارف الزوكة. وفي 20 من ديسمبر العام الماضي أعلن المبعوث الأممي رفع جولة المشاورات الثانية
بعد انعقادها لخمسة أيام من دون تحقيق أي تقدم، باستثناء صدور بيان يطالب باستمرار الهدنة ويتضمن عددا من المبادئ والمطالبات، منها تشكيل لجنة عسكرية للإشراف على وقف إطلاق النار. صحيفة الخليج الإماراتية عنونت: وزير التربية الحوثي يوجه بإتلاف كتاب التربية الإسلامية. مصادر يمنية في صنعاء ذكرت أن وزير التربية في حكومة الإنقلابيين وجه بإتلاف كتاب التربية الإسلامية في مطابع الكتاب المدرسي. وقالت المصادر إن يحيى بدر الدين الحوثي شقيق زعيم جماعة الحوثيين والمعين وزيرا للتربية والتعليم في الحكومة التي شكلها الإنقلابيون مؤخرا، وجه بإتلاف كتاب التربية الإسلامية، حيث قام بتشكيل لجنة لإعادة صياغة المناهج التربوية خصوصا مواد التربية الإسلامية والتاريخ. تضيف الصحيفة: يحاول الحوثيون تغيير المنهج الدراسي بما يتوافق مع أفكار وتوجهات الحركة الحوثية وتكريس المناهج الدراسية لنشر الأفكار الطائفية والمذهبية لجماعتهم، وذلك لطمس الحقائق التاريخية المتعلقة بثورة 26 سبتمبر. أما صحيفة الاتحاد الإماراتية فعنونت على لسان وزير الخارجية عبد الملك المخلافي: الحكومة حريصة على السلام وفق القرارات الدولية. وزير الخارجية جدد حرص الحكومة الدائم على السلام المبني على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وخاصة القرار رقم 2216، مشيرا إلى أن هذه المرجعيات هي أساسية وكفيلة بإنهاء الانقلاب وعودة الأمن والاستقرار إلى كافة المدن والمحافظات، وتشكل قاعدة صلبة للسلام الذي لا يحمي بذور حرب قادمة. ولفت المخلافي خلال لقائه سفير المملكة المتحدة لدى اليمن إدمون براون في الرياض إلى أن التجاوزات الخاطئة التي ترتكبها الميليشيات الإنقلابية والتي كان آخرها التشكيل غير الشرعي لما يسمى حكومة إنقاذ في صنعاء، مؤكدا أنها تتطلب من الدول الراعية للمبادرة الخليجية والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ممارسة مزيد من الضغط على تلك الميليشيا للجنوح للسلام. اليمن والعودة إلى الكويت، عنوان مقال للكاتب هاشم عبد العزيز والذي قال في أجزاء منه: بعد أن كانت علاقتهما جيدة وفي فترة وجيزة تدهورت ودخلت مآزق القطيعة، عاد التواصل بين المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ والرئاسة والحكومة اليمنيتين. هذا التطور بالقطع لا يعيد المياه إلى مجاريها بين الطرفين، لكن على قاعدة التراجع المتبادل وضعت نهاية لتسارع تداعيات الخلافات وبدأ تواصلهما مرحلة جديدة. الاختلال بدأ باختطاف المبادرة الخليجية وتدويل هذه الأزمة التي بدأت آنذاك سياسية، وتحول الوساطة الأممية من مهمة حل إلى أداة إدارة الأزمة كما ترغب الإدارة الأمريكية. على هذا تداعت الأزمة لتصل إلى ما جرى من انقلاب على الشرعية الدستورية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والعملية السياسية للفترة الانتقالية وإشعال فتائل الحروب التدميرية التي أحالت وضع البلاد وحياة العباد إلى مثلث الدمار والكارثة والمأساة الدامية. اللافت أن الدور الأممي بعد الانقلاب دخل مفارقة بين ادعاء العمل لإحراز تسوية سلمية للأزمة وبين الخطوات العملية التي تصادمت مع هذه القضية، وجاء هذا وفق التحركات والتداخلات الأمريكية التي أطلقت بواسطة وزير خارجيتها مبادرة ولدت خطة الطريق الأممية. لقد أدى هذا إلى انفجار الخلاف بين الرئاسة والحكومة اليمنية من جهة والمبعوث الأممي من جهة ثانية، واستمر متصلبا بإصرار المبعوث الأممي على فرض خطة الطريق كما هي ورفضها بشدة من الشرعية اليمنية. هنا تحضر مسألة كسر التصلب بين الفرض وبين الرفض للخطة لكي تدخل عملية تعديل جوهرية تستوعب مرجعية حل الأزمة وأولوياتها بالنتيجة. من دون هذا هناك العودة إلى مسار الكويت التشاوري من حيث توقف، وعوضا عن الضجة الدولية بشأن خريطة الطريق مطلوب من الأمم المتحدة والأسرة الدولية رمي ثقلها لنجاح هذه العملية التي فشلت بسبب التدخلات واللعبة الدولية. صحيفة الحياة اللندنية عنونت:
داعش يصنع أسلحة بمقاييس دولية. وبحسب صحيفة الحياة، فقد عثرت القوات العراقية خلال تقدمها في أحياء الموصل على مصانع للذخيرة والعبوات وتفخيخ السيارات، كاشفة مدى تقدم تنظيم داعش في تصنيع الأسلحة ذات المقاييس العالمية الدقيقة. ونقلت وكالة رويترز عن مدير مؤسسة كونفليكت ريسيرش جيمس بيفان بعد تفقده مصانع الذخيرة في العراق مع فريق خبراء من المؤسسة التي تتخذ لندن مركزا لها، قوله إن درجة الدقة الفنية لما يصنعه داعش لا يمكن وصفها بأنها بدائية، بالرغم من أن منشآت الإنتاج تستخدم مجموعة من المواد غير القياسية وسلائف كيماوية تستخدم في صناعة المتفجرات، إلا أن مستوى التنظيم ومراقبة الجودة وإدارة المخزون تشير إلى نظام معقد للإنتاج يخضع لرقابة مركزية. ومن حلب السورية عنونت صحيفة القدس العربي الخروج: سكان حلب اليائسون يخشون الاعتقال والقتل. تقول الصحيفة: مع اقتراب حصار حلب الشرقية الذي استمر 4 شهور من نهايته، انطلق بعض الناجين صوب الشطر الغربي الخاضع لسيطرة الحكومة أو إلى الأحياء القليلة التي كانت لا تزال في أيدي المعارضة، وقبع آخرون بين بيوتهم في انتظار وصول الجيش السوري. الأمم المتحدة قالت إن لديها تقارير بأن القوات الحكومية السورية والفصائل المتحالفة معها قتلت مدنيين في حلب الشرقية، بما في ذلك 82 شخصا في 4 أحياء مختلفة في الأيام القليلة الماضية. أما الدفاع المدني فكتب على حسابه في تويتر أنه لم يعد بوسعه إحصاء القتلى، ولا يوجد عدد إجمالي للخسائر البشرية في حلب المحاصرة اليوم، وإن كل الشوارع والمباني المهدمة مليئة بجثث القتلى، ووصف الوضع بأنه الجحيم. وحول ردة فعل العالم حول المجازر المرتكبة في حلب عنونت صحيفة البيان الإماراتية: تظاهرات في مدن عديدة حول العالم تضامنا مع حلب. ففي اسطنبول تجمع أكثر من 1000 متظاهر أمام القنصلية الإيرانية للتنديد بما تقوم به طهران وموسكو في حلب خصوصا وسوريا عموما، وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لإيران بينها: إيران أيتها القاتلة، أخرجي من سوريا. وفي الكويت العاصمة تظاهر حوالي 2000 كويتي أمام السفارة الروسية للمطالبة بفك الحصار عن المدنيين في شرق حلب والسماح بإخلائهم. أما في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن تظاهر حوالي 7000 شخص تضامنا مع المدنيين المحاصرين شرق حلب، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: أنقذوا حلب وأوقفوا المجزرة، وذلك بعد كتابة رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي في تغريدة له على تويتر أن مأساة فظيعة ومروعة تجري في حلب، الأطفال يتعرضون للإعدام والمستشفيات تقصف، انتهاك لكل الأخلاق الإنسانية. الكاتب إلياس خوري كتب مقالا بعنوان الرقص فوق الخراب في صحيفة القدس العربية حول حلب وما يحدث فيها من مجازر، قال فيها: يستطيع بشار الأسد أن يرقص فوق ركام حلب ويدخل بجيشه وميليشيات حلفائه الأصوليين المدينة وينتقم من قلعتها ويدمر قبر المتنبي، معلنا انتصارا فوق خراب المدينة الأجمل وبقاياها. كما تستطيع الدول العربية والإقليمية التي استباحت الانتفاضة الشعبية السورية بالمال والنفط والغاز والسلاح غير المجدي أن تطرب حتى وهي ترى أتباعها يهزمون، لأنها نجحت في وأد فكرة الحرية وكرامة الإنسان التي جعلت مئات الآلاف من السوريين يحتلون الشوارع بهتافهم وموتهم الذي احتل السماء. يستطيع بوتين أن يتباهى بأن تدخل طيرانه وخبرائه وآلة الدمار التي تملكها روسيا حول كل سوريا إلى غروزني، وحقق أمنية الدكتاتور السوري الصغير الذي أعلن شعاره الأسد أو ندمر البلد. وتستطيع الدبلوماسية الأمريكية أن تقدم درسا للعالم في الخبث والضعة والكلام الفارغ من المعنى، وهي تشاهد كيف أنجزت دمار سوريا من دون التكلفة الباهظة التي دفعتها من أجل تدمير العراق. وتستطيع إسرائيل الليكودية العنصرية أن تنتشي وهي تشهد كيف تدمر بلاد الشام على أيدي الطاغية.
وفي النهاية يستطيع الأصوليون أن يفاخروا بأن قمعهم للشعب السوري في المناطق التي استولوا عليها لم يكن أقل وحشية من قمع النظام، وأنهم حين داسوا علم الثورة السورية كانوا يدوسون على حلم الديمقراطي، وبهذا اكتسبوا تجربة دموية جديدة تؤهلهم للعب أدوار جديدة عند مشغليهم المباشرين وغير المباشرين. لكن ما لا يعرفه الطغاة هو أن من يلعب بالدمار سوف يصير ضحيته، وأن فرحهم اليوم بتدمير الأرض والشعب هو لحظة مؤقتة لا تستطيع أن تدوم. فالشعب الذي كسر جدران الخوف ولبس الحرية لن يعود إلى زمن الظلمات مهما كانت قوة البطش. الشعب الذي كسر تماثيل المستبد لن يرفعها من جديد حتى ولو جاءت كل قوى الأرض من أجل رفعها. الشعب الذي يهان اليوم في مخيمات اللجوء وفي مدن سورية التي صارت كلها مستباحة لن يرضى بالذل. الطاغية يتوهم أنه انتصر. نعم لقد انتصر، لكنه سيحول انتصاره إلى وهم، وسيرى أن لا أحد يستطيع أن يلعب بالموت إلى ما لا نهاية. إنها لحظة للألم، لكنها ليست لحظة لليأس. إنها بداية زمن ما بعد اليأس الذي يجب أن نصنعه بالصبر والإصرار على حلم الحرية. وما زلنا في حلب، حيث نشرت صحيفة الشرق الأوسط بعض الصور التي توضح الوضع الكارثي في تلك المدينة المحاصرة والتي يرتكب فيها مجازر عديدة، وأيضا محاولة الناس هناك النزوح منها. نتابع. بهذه المجموعة من الصحف العربية والصور نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.